بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم اريد استعرض لكم الوان اللي جات على موديل لكسس الاكس 570 2018 سوبر سبورت. اول شيء هذا يكون اللون الذهبي الفاتح، يتوفر على السيارة. هذا اللون يسمونه تيتانيوم سونيك، خليط بين الذهبي والفضي. هذا اللون الأسود. وهذا اللون الأبيض اللؤلؤي طبعا. أيضا السيارة يتوفر عليها اللون الأزرق الغامق. فعلا يعتبر أنا أشوفه في وجهة نظري أجمل لون يناسب السيارة. ختاما أتمنى أن أسبكم المقطع، تحياتي للجميع المشاهدين.